ومعنا للحديث حول هذا الموضوع مازن طنطش، ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن. أهلا وسهلا بك سيد مازن. إذا نتحدث عن صناعات لم تكن موجودة وأصبحت موجودة، وصناعات يعني تزدهر في ظل أزمة كورونا. كيف هو حال القطاع اليوم في ظل هذه الأزمة؟ سيدي، بداية مساء الخير لكم ولاد جمهور المملكة. صحيح، الأردن كان سباق من يمكن 60-70 سنة في الصناعات الدوائية بشكل عام، والأردن من البلدان الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللي له ميزان تجاري إيجابي في الصناعات الدوائية، مما يعني أننا نصدر أكثر مما نستورد، وبالتالي هذا وضع الأردن على خارطة الصناعات العلاجية بشكل كبير ومنذ زمن. طبعا صناعة المستلزمات الطبية كانت موجودة ولكن بأحجام صغيرة، نظرا لازدياد الطلب بعد وباء كورونا استثمرت المصانع المحلية في زيادة طاقاتها الإنتاجية. احنا اذا بنقدر نقسم المستلزمات، يعني يمكن عندك اللي هو الجاونز اللي هي البدلات اللي الواقيه في العمليات، البدلات الواقيه صحيح، وفي عندك الكمامات، وفي عندك برضو اللي هي عده الفحص او التستنج كيتس. في عندنا مصانع اردنيه بدات تصنع اللي هي الوحدات لفحص وباء كورونا. نعم سيد مازن، يعني نتحدث بهذه الحالة وبهذا الوضع، كان هناك آثار إيجابية لمست على أرض الواقع اليوم نتيجة هذا التحول في الصناعة؟ طبعا احنا عندك يعني تقريبا من الماسكات قريبا نوصل طاقة تقريبا 160 ألف ماسك اليوم، من البدلات نوصل تقريبا 4000 بدلة يوميا، بين عم نحكي قاعدين بدله اوفر اول او سيرجيكال. طبعا اللي ينقصنا للانصاف في الاردن هو صناعه الكفوف، لا زلنا لا نصنع الكفوف، وهي يمكن الشيء الوحيد اللي ينقصنا حاليا. نعم، ما إمكانية سيد مازن، يعني هناك توجيهات ملكية سامية في حث هذا القطاع الذي يتأثر إيجابا في أزمة كورونا وحثه بالتصدير والاستفادة من الأوضاع الإقليمية الراهنة، إلى أي حد اليوم أنتم جاهزون لاستغلال هذه الأوضاع والانتشار في المنطقة المحيطة بصفتنا المنطقة الأكثر أو الأقل تضررا من الفيروس؟ طبعا الرعاية الملكية وتوجيهات سيدنا هي كانت أحد أهم أسباب الارتقاء في هذه الصناعة بداية. إحنا نلمس للإنصاف دعم مستمر من جلالة سيدنا ومن الحكومات المتعاقبة في دعم هذا القطاع. هناك أمور عدة يمكن عملها لزيادة صادرات هذا القطاع بشكل أكبر. أنا بس بدي أعطيك حسب ما تفضلت في التقرير، إحنا 80% من إنتاج هذه الشركات يصدر للخارج، وهذا شيء ساعدنا بشكل كبير في موضوع الأمن الدوائي. يعني إحنا والتصدير مستمر، السواد الأعضاء التصدير مستمر الحمد لله، وحتى يعني إحنا بتوجيهات سيدنا تم عمل من الحكومة لجان، إحداها هي لجان تصنيع دوائي، وندرس الآن وضع قاعدة بيانات عامة بتعطينا لحظة بلحظة إيش المخزون الدوائي اللي موجود بالمملكة. ولكن أنا حابب أطمنك وأطمن مشاهدينا، احنا المصانع الأردنية في بمستودعاتها ما لا يقل عن 6 أشهر من المواد الأولية، وهي لصناعة لإنتاج المصنع كاملا اللي هو تصدير وسوق محلي. فبالتالي سوق الأردن هو فقط 20% من إنتاج هذه المصانع، فما في عندنا إن شاء الله مشكلة بهذا الموضوع. وأيضا كان أحد أهم الأمور هو ضمان سلاسل التزويد والتوريد لاستمرار إحضار المواد الأولية والمحافظة على عقود التصدير. نعم سيد مازن، يعني هل لديكم تصور للدول التي يمكن أن تكون وجهة هذه الصادرات الأردنية للوازم الطبية والأدوية؟ يعني أنا بدي أقول لك الآن في شح في العالم كاملا، يعني إيش ما عندك طاقة إنتاجية في هذه المستلزمات راح تلاقي لها سوق. ولكن إحنا يعني خلينا نحكي أذرع التوزيع للصناعة الدوائية مش حديثة، احنا نصدر الى ما يزيد عن 130 سوق تصديري، وبعض الشركات تصدر الاسواق الامريكية والاوروبية ايضا. فاحنا الحمد لله كان المنتج ونوعيته العالية هي احد اهم سفراء الصناعة
الأردنية عامة والصناعة الدوائية خاصة. وأتوقع فيه هو نوع من أنا بدي أحكي لك نوع من الغموض بمدى طول فترة الطلب على هذه المستلزمات. يعني أنت بتعرف في طاقة معينة أنا بنتج مثلا 10,000 في اليوم، هلأ في عندي طفرة غير طبيعية بدها 100,000 في اليوم، ولكن ما مدى استمرارية هذه الطفرة وإلى أي مدى سيتم ازدياد الطلب؟ هذا هو شيء في نوع من الغموض. نعم، بدأتم بالفعل بزيادة المخزون الموجود أو الإنتاج الموجود للتصدير تحديدا، بما أن هناك اكتفاء ذاتي في السوق المحلية، بدأتم بزيادة أرقام طبيعي. التصدير طبيعي 100%. طبعا إحنا كدولة ولها الحق في ذلك عم نحاول نتأكد من أنه إحنا أن حاجتنا مش اليومية أو الشهرية، أن حاجة مخزون استراتيجي لمثلا 3 إلى 6 أشهر للأردن، وبعد ذلك إحنا الفائض ممكن نصدره في راحة لجميع الأسواق. خلينا نبدأ في الأسواق الإقليمية اللي هي محتاجة، وأي أسواق أخرى خطوط الشحن مفتوحة ولا يوجد هناك أي مانع للوصول إلى أي سوق. نعم، مازن طنطش ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.